هلا شباب، شلونكم؟ انا نور الدين الشيخلي، واهلا وسهلا بكم بحلقه جديده من البودكاست. واليوم وياي ضيف مميز جدا، واحد من الناس اللي دائما يخلوني استمر باليوتيوب والانستغرام، صديقي محمد فريد من موفي كونفو. اهلا وسهلا. هلا حبيبي نور، مشكور على الاستضافه. ثانك يو فور هافينج مي. صراحه هالمقطع يعني واز لونج تايم اوفر ديو، كان مفهوم من زمان الصوره. بس يعني موضوع اليوم وايد انترستينج، فافضل طريقه نبدي هالشيء بموضوع اللي انت بتقول الحين حق الناس. انا ومحمد دائما نسولف ويعني تعرفنا عن طريق الانستغرام. انا دائما اقول للناس الانستغرام بالنسبه لي، حتى اليوتيوب، هو طريقه، افضل طريقه انه تتعرف على ناس يشاركوك نفس الهوايه، يشاركوك نفس الشغف. فانا ومحمد يعني سولفنا كثير بالبرايفت عن الموضوع اللي راح نحكي بيه، اللي هو شنو هو محمد؟ شو راح نحكي اليوم؟ The Snyder Cut. بس The Snyder Cut اكثر موضوع الموفي جوورز يحكون بيه، صار لهم كم سنه من ايام بي في اس. هو بالاحرى من نزل جاستس ليج طبعا، او بالاحرى جوستس ليج. بعدين صراحه هالموضوع يعني بروحه صار كأنه كيان خاص أونلاين. سبحان الله، يعني الحركة دي نجحت بنزوم فيلم زاك سنايدر. هو راح نحكي بهذا الموضوع، ويعني I know أنا وأنت إحنا we are on the same page من ناحية إنه شقد إحنا نريد إنه سنايدر كات تطلع، وكنا من الناس الفرحانين إنه فعلا صار هذا الشيء، الحلم هذا صار حقيقة. لكن قبل ما ندخل بالموضوع، let's شوية نرجع لي وراء من BVS. I know أنت big fan على BVS، راح خلي فيديو شرح تفصيلي مالتك مال BVS وشلون بالنسبة إليك هذا الفيلم حلو. I know أنت حكيت بالموضوع بالتفاصيل باليوتيوب، لكن احكي لي شوية عن الاكسبيرينس مال BVS والانتظار والريفيل والكريتكس. شوف، هو طبعا يوم نزل BVS انا احنا اتذكر يوم طلعتنا الدوام كنت تعبان، بس كان البريمير الاولي في البحرين. اتذكر رحت محل في يمنا، اخذت لي تيشيرت على باتمان فيرسس سوبرمان، دخلت الفيلم. فانا اول ما خلص الفيلم يعني اللي شفته I did not hate it، ما كرهت الفيلم، بس كان تعرف تحس يعني حسيت في شيء ناقص. حسيت ليش هالفيلم يعني خلينا نقول البيسينج ماله وسرعته ما كانت متزنة، وقارنته وايد بفيلم مان اوف ستيل القبلي، فكنت احس في شيء ناقص. دخلت السينما 5 مرات أو 4 مرات زين. أنا قلت يعني بس قلت أوكي الفيلم زين حلو، بعطيه 7/10 7.5 بالكثير. أنا بعد إذا بكون يعني وايد دقيق يمكن حتى يوصل 6.5/10. بعدين سمعت طلع الخبر وبتذكر عن The Ultimate Edition، أذكر حتى نزلوا دعاية، تفكر شنو The Ultimate Edition على بلوري 3 ساعات، نص ساعة زوج بيستوي نص ساعة زوج في هالفيلم. أذكر بس خدت البلوري بس وشغلت الفيلم، وكل شيء تحس انه ناقص في النسخة السينمائية تعوض في هالنسخة ذي. ولكن Ultimate Edition بعد شفته يمكن عادي بعد 5 مرات، شفته مع اخوي والخالتي، اخوي الثاني، رويته وايد ناس، لما صرت اسميها الفيلم The Misunderstood Masterpiece، او التحفة المظلومة، التحفة اللي انا احسها مظلومة او مفهومة بالخطأ يعني. فازلي شنو تجربتك انت؟ يعني مقاربة جدا لتجربتك ويا بي في اس. احنا اني واصدقائي كنت على قناة فيلم ستيشن قبل ما اسوي شفت قناة الفيديو اسمي يس، فكنا يعني متحمسين. سوينا هيستوري اوف باتمان، هيستوري اوف سوبرمان، وراها شفنا الفيلم. اتذكر اني كنت بالشغل ودا اقرا الريفيوز، الايرلي ريفيوز من روتن توميتوز والكريتكس، انه قالوا اوه ذس از يعني هذا فيلم سيء والفيلم ما اعرف شنو. فيعني كلش كانت صدمه انه لا بليز دونت سي انه هذا الفيلم سيء، هذا اكثر فيلم اني دا انتظره من ايام شو اسمه كوميك كون، من لما سووا الاعلان اللي هو سي جي، حتى ما كان اعلان، ما مصورين كانوا المقطع، وسووا له ليك يعني ذس از ا دريم كم ترو. لما انت هسه لابس لوجو باتمان، اني عندي تيشرتات وذس از اور فيفرت فيكشنال هيرو هو سوبرمان، فلما نشوفهم انه سوى
So it was exciting. لما شفت الفيلم الشيء الوحيد اللي خلاني أنا حسيت إنه هو there's something missing وسنايدر راح يكمل بالبلوراي راح يطلع لقطات زيادة. لكن الشيء اللي لحد الآن أني ما يعجبني هو جيزي أيزنبرغ بدور ليكس لوثر. أنا برأيي كان هذا miss shot. كان يعني هو I know شنو كانوا دي يفكرون أو شنو سنايدر كان دي يفكر إنه يجيب فيلن من نوع جديد إنه ليكس لوثر ال 2010 أو ليكس لوثر ال 2010s ميلينيال ميلينيال تك كومباني يعني هذا مثل مارك زاكنبرغ شكله هو شاف ذا سوشيال نتورك وجاب جيسي أيزنبرغ حس إنه this is يعني الإيفل بهذا الزمن راح يكون هيك ما راح يكون واحد يعني you know physically evil حيكون بعقله evil. لكن جيسي أيزنبرغ أنا ما حسيت ضبط يعني حسيته باكس باني بنص كل هال السيريسنس اللي موجودة بالفيلم. هذا يطلع ويسوي الحركات مالته وما أعرف إيش يعني التكمي كلش يعني ضربة كانت على الفيلم بلس دومز داي. يعني ما رح احكي كل هذا على بي في اس لكن بلس دومز داي كان سي جي مالته سيء يعني نو وبي مشاكل بي في اس لكن اتس اذروايز يعني انا احكي على 10% من عنده اذروايز فيلم رائع. الفيلم الوحيد اللي بالتاريخ بالنسبه لي لحد الان انا اتكلم عنه كل ما اقعد ويا واحد يحب الافلام. لا وبعد تعرف يعني شايف من سامحك سالفتك بالخير بس بعد بي بي اس من الافلام اللي كل مره تشوفها طبعا الالتيميت اللي شنو اتكلم انا عنها كل مره تشوفها احس تكتشف شيء جديد او انه يفتح باب نقاش بين الناس. يعني شفت ممكن تحبه ممكن تكرهه بس الفيلم يخليك تتناقش في مواضيع معينه في موت معينه كانت مثيرة للاهتمام صراحة. وأنا أتفهم كلامك اللي قلت أنت 100%. عندي بعض طبعاً اللي كنت عارف فيها بس أتفهم بعد أنت كعاشق لهالعالم أتفهم ليش عندك هالنقاط دي 100% أفهمها. ليش الدول العربية من أو من أحد من تتعرف على واحد تقول له أنت من يا بيت من يا عشيرة هنا جماعة الأفلام تقول له أنت تحب بي بي إس لو لا. هي يعني كلش صار فد في الثيم إنه اوكي اذا انت تحب بي في اس ليش تحبه واذا انت تكرهه ليش تكرهه. سو بس الفيلم كان كونتروفيرشال انف. الامل كان انه يس راح نشوف دي سي بشكل مغاير مو مارفل ما راح نشوف مارفل النكات مال مارفل نريد شيء مختلف عن اللي نعرفه. سو الى ان ما نزل جاستس ليج وقمنا نسمع بالمشاكل انا اتذكر قريت مقاله على امباير المجله هم مسوين لقاء مع سنايدر وراحوا للمكتب عنده بورنر براذرز يعني من دي يتكلمون وياه وطريقة الوصف مال المكتب مالته وشلون دخلوا بداخل وورنر براذرز يعني هي واز كينج كان هو كيفن فايجي مال وورنر براذرز وأكثر يعني هي واز الشخص اللي منطيه الفاينل كات الشخص اللي منطيه كل الفيجن مسلمين هي إله و they believed in him 100% إلى أن ما طلعت المبيعات أو الأرباح تبعت بي في إس مال بي في إس و يعني ما أعتقد هم كانوا يتوقعون راح يجيبون أرباح أكثر مع العلم هي وصلت 900 مليون لكن فيلم بي باتمان وسوبرمان الشخصيات اللي حتى جدتي تعرفهم فتوقع إنه الناس كلهم راح تشوفها. سو وطلع لنا إحنا دا أشرح أنا عن سنايدر كات وطلع لنا جاستس ليج بس النسخه اللي مو مفروض تطلع للسينما اللي جابه جو سويدن هو مخرج افلام مارفل الاخيره افلام افنجرز الاخر مو اخر اثنين اول اثنين افنجرز اسامبل و كان كلش تعبان كلش تعبان. هو جو سويدن اني كمخرج محبوب وعنده فد فيجن بس شنو برايك وير ديد هي جو رونج في ايج اوف غلط جاستس ليج نو مو بجاستس ليج. شوف بجاستس ليج طبعا انت تعرف الكيس اللي صار كله بعد شلون جيف جونز له علاقه بالموضوع المنتجين تعرف انه شلون طعنوا في زاك وكل شيء هو موضوع وايد معقد نور اذا بتحكي يمكن الناس يفكرون انا مجنون او انه في نظريه مؤامره بس اكون معك صريح يعني خصوصا حق افلام دي سي
طبعا الناس تاثرون وايد بتقييم روتن توميتو قبل شاشه جوس ويدن، تاثرون تقييم روتن توميتو حق افلام مارفل. يعني مثلا عندك ثور دارك وورلد 2 اللي كان تعبان، اقرا تقييماته في روتن توميتو اتس اول جود. والناس طبعا لما ياخذون تذاكر في امريكا يستخدمون هاي فان جو، ماي فان جو شيء كذي الاب، فاندينجو فاندينجو زين، فقبل يحجز التذكره يشوفون الريتنج. فطبعا الريتنج اللي ياخذه ماخوذ من علم النقاد، هالنقاد ذنين اللي في روتن توميتو اي كويستشن، انا اشكك في مصداقيتهم، لان في افلام سيئه يمدحونها وايد وفي افلام ما يعطونها فرصه اذا مو فيها وايد اثر على المبيعات. فهاي ليش مع جاستس ليج بعد اشياء صارت داون. ثاني شيء يا ابو جوس ويدن، زين انت اوريدي حاطين في بالكم مخرج معين له نمط معين ولون معين لما يسوي افلام، زين وعالم سنايدر اللي انبنى من مان ستيل باتمان فيرسس سوبرمان، ما تقدر تجيب ما تقدر تجيب مخرج زين ما كان من بدايه المشروع، ما بس جبتوا كان عارض اوكي هاي اللي صار، هاي اللي صار، هاي اللي صار، غير الفيلم، غير الفيلن شكله كلش ما تقبله، وسوى معادله مشابهه حق افلام الباقي الموجوده. فطبعا رؤيتين مختلفتين اكيد بيكون شيء مختلف. فشوف انا جوس ويدن طبعا قبل لا اعرف سوالف وراء الكواليس انه كان انه في كلام انه هو عنصري وانه كان في ورك توكسيك انفايرمنت، انه هو كان جدا سيء مع الممثلين، طبعا هذا شيء دريت عنه بعدين من موضوع ري فيشر. بس قبل يعني قبل حتى بس كعمل احترافي زين، طبعا مخرج مختلف لازم يسوي على رؤيته. لو انت مثلا نور بتسوي فيلم، بتسوي لي فيلم مظلم وفي جريمة قتل، وأنا محمد أحب أفلام كوميدية، تعال محمد كامل عدد فيلم، أكيد بيكون في تضارب في التونز 100%. زين بس طبعا هو غلط في وايد علي من في شخصية ظلامها في الفيلم. وقبل لا أكمل أحب أوضح شيء، أنا دخلت جاستس ليج الحماس خذاني، وكان هاي الثالث أو رابع بوست في الانستغرام وأنا مدحت الفيلم، أنا ما بنكر يعني لا مدحت الفيلم. طبعا هني ما كنت أعرف أي شيء شنو صار ولا الكواليس، بس اول مره تعرف مي بينج فان بعض 8.5 من 10، بعدين كل ما تشوفه قاعد يقل 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 وصل لي 6 من 10. بس هاي غلطه تعلمت من بدايه الحساب في الانستغرام اللي كان ثالث او رابع بوست، وكنت يعني تعرف قبل في البدايات احنا لما تقول رايك حق الناس كنت مو متعود على رد فعل الناس علي، فكنت اخاف اقول الصراحه 100%. بس عقب يعني عقب جاستس ليج وعقب هالفيلم اللي نزلت البوست، قعدت مع عيال خالتي قاعدة قلت خلاص، قلت لهم وات يعني I don't care، قلت لهم بشيل البوست، قلت شيل تو حسابك جديد. أذكر إحنا أذكر كله كان في شهر نوفمبر على ديسمبر 2017 يعني طبعا قبل 3 سنوات من يعني الناس يشوفونه قبل 3 سنوات. محمد وحتى نور كان شخص أشخاص مختلفين. فبس عقب يعني كرهت الفيلم مع الوقت، مو عشان ذي كله، بس طبعا وايد شخصيات. باتمان كان ينكت، باتمان اصلا ما ينكت. Something is definitely bleeding. Oh my god. زين يعني اي سالفة الشنب زين ديزاستر كارثة كارثة. شوف يعني انا شفته بعد من فترة، يعني شفته قبل شهر تقريبا ترى، شفته مرة ثانية بيني وبين نفسي يعني يعني بعطي 6 من 10 في انترتينمنت فاليو، بس كفيلم فيلم ما بي باك بون، تحسه فيلم. شوف اني اذا انت كشخص تروح تشوف، اني اتذكر شفته ويا اصدقاء ما يعرفون الدراما، ترى مو الكل يعرف شنو صار بيهايند ذا سينز، ومنو سويدن ومنو سنايدر، ذي دونت كير يعني جايين ديت وان سون. بس حتى الناس اللي ما لهم بالصناعه ها ما يعرفون بيهايند ذا سينز، هم قالوا انه يعني ما ادري اتس اوكي، وحش يجي وذول يتجمعون ويقتلوا ويطلعون، nothing happened يعني. يعني قالوا علي اوكي الجمهور العام بي في اس، يعني الجمهور تقسم الى قسمين، الجمهور العام شاف فيلم يعني سوداوي، واذا يحب الافلام السوداويه راح يعجب الفيلم. بس اللي رايح يشوف اللي بباله افلام مارفل، وباي ذا واي يعني بذاك الوقت ماكو كان افلام دي سي كافيه او يعرفون شنو دي سي حتى يعرفون انه بس شنو مارفل. فلما راح شاف بي في اس وانصدم انه الموضوع جدا سيريس،
انصدموا، فلما شافوا جاستس لي قالوا اوه يا يعني انه الجمهور ما يعرفون شو يريدون. يعني لما شافوا بي في السوداوي قالوا اه لا هشن احنا نريد افلام مارفل. لما طبقوا الفورمولا مال افلام مارفل على جاستس ليج الجمهور قال هشن شو ذس از نوت ذس از نوت فان. الفورمولا مارفل يعني جدا جدا صعب انه انت تعيدها ويا اي شركه ثانيه. انسى دي سي، دي سي او مثلا رادوا يسوون المونسترز يونيفرس يونيفرس الفشل اللي كان في دمامي بلو في مع توم كروز فشل لان هم يعني لان انت فورمولا مارفل صعب تتكرر. اني اصدقائي يسموني مارفل فان بوي مع العلم اني كلش دي سي احب دي سي، لكن افلام مارفل تركيبه مختلفه تماما. انت عندك الستيكس انصب كثير. يعني لما نزل ايرون مان اني اعرف اتابع كوميكس قلت اوه يا ايرون مان خلينا نروح نشوف فيلم يو نو يعني اني مو من محبي ايرون مان. ثور اني لا شفت ثور 1 ولا ثور 2 الا قبل فتره لان اني ما احبهم من الكوميكس. يو نو الستيكس كانت اقل لان هذول مو باتمان وسوبرمان ووندر وومن. يعني حتى بافلام دي سي شزام نجح لان احنا ما نعرف منه شزام to be honest. ما نعرف 100% منه شزام، ما نعرف 100% منه اكوامان ما شفناه قبل، فواتفر اللي راح تطلع لنا يا راح نستقبله ونتونس به. فهاي المشكلة كانت جاستس ليج سويدن كات نسخة جوس سويدن كانت جدا سيئة جدا توكسيك. واي نو انت قابلت راي فيشر قبل فترة بسبيدي كوميكس ايفنت. شنو الانطباع مالتك؟ هو طبعا يمثل دور سايبورغ بجاستس ليج. راي فيشر طبعا قابلت على السريع متواضع خلوق شخص ايجابي. طبعا حاول اسحب منه كلام عن سنايدر كات ما قدر في اشياء ما يعرف ان مشروع وايد يعني سري قاعد يشتغل عليه زاك. ولكن يعني صراحه كان بالنسبه لي تجربه مذهله. يعني صدق كان حلو، كان تعرف ان يعني كان بكل بساطه اقول هي واز ساتش ا نايس جاي ذاتس ات. ما في اي غرور، ما في اي شيء. وعارف انه صاير شويه شوشره على الموضوع. طبعا موضوع مع جوس ويدن طبعا ثلث الموضوع انه قال ان جوس ويدن كان ابيوسيف، كان متنمر عليهم، وان في تلميحات انه كان عنصري. وبعد كان يقول دائما accountability is more greater than entertainment، المحسوبية هي أهم من الترفيه، لازم تحاسبون الناس على شو يسمونها غلط وراء الكواليس. خلاص ما يصير يسكتون عن هالشيء. وأنا صراحة أحترمه لأن أنا متأكد في وايد أشياء تصير وراء الكواليس أنا ما أدري عنها. وزنت أتكلم عنها. والشيء العجيب في موضوع سنايدر كات أن كل من اشتغل معه من مصورين من ممثلين من طاقم عمل كلهم يحبونه، كلهم معاه، أو خلينا نقول أغلبيتهم معاه. يعني حتى الملحن مو 100% معه. هنري كافل، شوف هنري كافل مصلحتي، خلينا نكون واقعيين بمصلحته. لا لا أنا تعرف إنه عرف متى يسكت متى يتكلم، عرف متى يسكت متى يتكلم زين. وحتى يوم بس هو عدل عمو، لأن تعرف السنايدر فان بويز، خلينا نقول دي سي فان بويز ما يرحمونه. أكمل ما رحمه وذاكري ليفا يوم تطمش على سنايدر كات قبل نتفوه في تويتر قصفوه. بس عقب زاك سنايدر أنا أتوقع أن زاك فهم أنه you know what أنا أحتاج هنري وهنري يحتاجني. صدنا هنري ذا ويتشر مع نتفليكس بس هي السوبرمان. أنا أتوقع كلام الشخصي يا جماعة مو 100%. فيابا حق الواتش بارتي لا يوم أعلن عن سنايدر كات عشان يروي الكل ترى إحنا زي الفل، إحنا مع بعض. أوكي yeah he's on board. بس حط ببالك شيء، لو انت محل هنري كافل انت ممثل وتبي تمثل في هوليوود بس ما تبي بعد تكون تعرف ضد الشركه اللي طلعتك هي وارنر براذرز، تعرف يعني محله مسكين شوي حساس لانه علاقته زينه مع شركه الانتاج وعلاقته زينه مع سنايدر. بس شو يسوي؟ شو يسوي؟ هاي مشكله كبيره. انا دائما اقول سنايدر هو اللي طلعهم كلهم. سنايدر جاب هنري كافيل ما عدا بن أفليك، يعني هو أوردي نجم، بس كلهم البقية مو نجوم مو أي ستارز. أي فهو من وراهم صار. يعني أنا أشوف راي فيشر قد ما هو يعني he's a great guy I bet وهذا، بس طريقة الهاندلنج للموضوع أعتقد كانت من واحد ماكو شاب بعده filled with rage ومو مو محنك بهوليوود. هوليوود
معمل الأشرار والناس اللي تجيب لك بابليسيست على كل تويت أنت تسويها، لأن يخافون على صورتهم، يخافون على أمورهم. يعني شوف غال غادوت وبن أفليك شلون لعبوها بطريقة رائعة. أوكي كان الانفايرمنت مو زين وما أعرف شنو، يعني they know how it is. ف بس فعلا سنايدر ماكو أحد تعامل وياه إذا ما حبه. وI guess هو يعني كشخص تحس عنده فيجن، هذا عنده الباشن لما يتكلم، لما يريد يطلع لك فشي انت يوانا يريد شيء يحرك دماغك يخليك تفكر، مو مجرد انه ديد انترتينمنت عليك نور. وبعد هو شوف سنايدر عنده عيب واحد، ما اقدر اسوي فيلم قصير even if his life depended on it. تعرف ما اقدر اسوي فيلم قصير، يسوي افلام طويله. بس لاحظت انا مثلا طالع مثلا فيلم واتشمن، حتى ترى فيلم 300 مثلا 300 واتشمن سكر بانش مان اوف ستيل بي في اس، افلامه لها القابليه انك تشوفها مره ثانيه وتفكر تحل المشهد بطريقه مختلفه. طبعا تقول اللي بتقولونه حق يعني حق الناس، يقول اللي بتقولونه عنه هو كمخرج، ولكن بصريا كتصوير كشوت ما تقدرون عليه. الزوايا الاشياء اللي يحطها، شلون يحط تركيب الشخصيات في الشاشة إخراجيا، حتى بعد نورا يعني عندك خبر في هالشيء إخراجيا، يعني قصدي كبصريا يعني ما عليه، بس إذا كإخراجه ولا القصة وشلون شوي ممكن يشوشكم كان أتفهم ليش. بس أنا أشوف أفلام لها قابلية إن تنشاف مرة ثانية حق أفلام دي سي. أنا الحين ما أقول إن أفلام مارفل ما لها قابلية تنشاف، في أفلام حق مارفل جميلة وأنا أحبها وذكرتها في فيديو أفضل أفلام سوبر هيرو، مثل وينتر سولجر، Avengers Infinity War, Endgame, عندك Guardians of the Galaxy Volume 1. بس في أفلام للأمانة أنا ما شفتها مرة ثانية ولا بشوفها مرة ثانية، مثل Ant-Man 1 and 2 مثل Thor 2 مثل في أفلام وايد غير ما بتشوفها مرة ثانية، بتشوفها مرة واحدة مش اللعب والله. في أفلام شذي. بس أفلام DC ما تترك بيك بأي شيء، يعني مجرد تسلية. أي بس أي في أفلام يسمونها تم في بالك. بس again يعني مثلا الحين بعطيك مثلا مثال، يعني مثلا فيلم Avengers Infinity War End Game، لان خل الختام حق هالفيز طبعا بيتم في بالك انه كان شيء عجيب زين. بس افلام دي سي يعني لما تقعد تحللها، بس يعني اترك انك تحب سنايدر ولا لا، تقعد تفصل المشاهد، افلام دي سي لها قابليه اكثر في التحليل والفلسفه من افلام مارفل. يعني مثلا فيلم واتشمان نور، فيلم واتشمان انت تشوفه دايركتور سكات مثلا، تقدر تكتب فيه مقال 40 صفحة بس عن ذي الفيلم، تقدر عندك قابلية تفصل صح. تفصل فيه. يعني يبلي مثلا فيلم مو بواتشمان، يبلي مثلا فيلم خلينا نقول Guardians of the Galaxy Volume 2، وين تكتب لي فيه مقال عن وين تكتب؟ تعرف؟ انت نسفته باخر فيديو اسوء الاجزاء ايفر تمي يعني شخصيا، لما تعرف انا يهمني خصوصا ان بارت 1 كان بارت 1 كان مفاجأة حلوة. انا ما كنت اعرف من Guardians يا اخي، شفته في البحرين وشفته عقب ما انتقلت اعيش في هونغ كونغ، شفته مرتين لهالدرجه استمتعت في بارت 1. كنت عارف يعني حبيته، تعرف ات واز ا فن موفي وفي روح. اما بارت 2 يا اخي they were having way too much fun فوق اللزوم. يعني انا ما اتذكر مدى اتذكر لقطات الاكشن مالته، غير دا اتذكر لقطات الكوميدي مال ماري بوبنز يو وما اعرف ايش. يعني اتس هو كوميدي، صار كوميدي اكثر ما هو يعني اكشن او صح. سو يا يعني انت اذا تقول فيلم واتشمان، يعني انا بين فتره وفتره يعجبني اعيد بي في اس، يعجبني اعيد واتشمان يعجبني اعيد 300 افلام. دون اوف ذا ديد شفته؟ دون اوف ذا ديد شفته؟ ما شايفه دون اوف ذا ديد. نو بدي اشوف قبل ما ينزل قبل ينزل ارمي اوف ذا ديد بليز نور. يا لازم تشوفه. مشكله هنا يعني ما دا اشوفه لا على نتفلكس ولا على امازون برايم، فلازم انزله من التورنت. يعني ف هنا بأمريكا واحد يتعاجز يقول أوه ما بيحل تورنت إذا ما موجود على نتفليكس وأمازون وذول الأمور. سو يعني أنا كلش حمست لسنايدر كات، ومثل ما هواي من عندكم يس هواي من عندكم يعرفون الهاشتاج ريليز ذا سنايدر كات، يمكن أول هاشتاج غير تاريخ السينما وخلى الجمهور يطلب نسخة جديدة أو يطلب تغيير شاسع من
ستوديو كبير مثل وارنر برادرز. هسه سؤالي، هل انت طبعا راح ينزل السنايدر كات، راح ينزل بسنت جاير على على شكل ست حلقات اربعة خلينا نقول اربع اجزاء كل جزء ساعة على HBO Max اللي هي خدمة جديدة نزلتها Warner Brothers. طبعا لو ما HBO Max ما اعتقد كان شفنا نسخة سنايدر كات. طبعا هسه السؤال محمد، هل انت مع ام ضد انه الجمهور يطالب بهيك امور؟ يعني اذا اليوم هي سيد ريليز ذا سنايدر كات، باتشر ممكن يقول لك كونتينيو ذا سنايدر فيرس، بيقولون لك بكره continue the Snyderverse, release the air cut, release هذا release ذاك، يعني will it stop؟ وهل هذا الشيء من حق الجمهور؟ طبعا شوف، ما مشتري تذكرة في النهاية أو ما مشتري الخدمة الجمهور تعرف. True. طبعا في، شوف في النهاية إذا ناس يبون شيء نور بيكافحون حق هالشيء. the Snyder cut ابتدت بطريقة معينة أول 3 سنوات أو أول سنتين قالوا ما بستحيل هالشيء يصير، بس لأن أحد يبي الشيء عنده شغف اللي بيشوف هالعمل بيوصل للنهاية. طبعاً الحين سنايدر كات اللي صار عن طريق طبعاً HBO Max وبشرة طبعاً AT&T وAnor Media وHBO Max، مو عشان يحبوننا إحنا كpeople، يبون منصة علشان نافس ديزني بلاس اللي هم عندهم The Mandalorian، يبون عمل ينافس ديزني. بس بعد يعني لو ما كان في صوت او حركه سنايدر كات كان مات الفكره حق وانر ميديا و اتش بي او ماكس وش ما بيسوون هالشيء. انا مع الناس اللي يبون اي شيء. شوف اذا الناس يبون الشيء تول هابن. الحين هذا اير كات، ديفيد اير كات، انا شخصيا ما بكافح لها. انا ما عندي اهتمام قد اهتمام ذا جاستس ليج. انا بشوف جاستس ليج ممبر، ابغى اشوف نسخه زاك، تعرف احب الجرأة ذي. اما كسوسايد سكواد، انا كمحمد فريد سوسايد سكواد مو برابعي. That's not my thing. زين الحين في other people، في ناس مالي طبعا تسمعت هالشيء، في شيء عن ستار وورز، كان الناس يسوون حملة حق ستار وورز شيء في امريكا ستار وورز اللي هو النسخ، ما اعرف اذا نفس الشيء النسخ المنقحة خلينا نقول، في شيء جدي عن ستار وورز. لوكس ضاف إفكتس على الأفلام القديمة وشال الإفكتس القديمة، وما تقدر أنت ترجع تشوف الإفكتس القديمة لوش، لازم عندك الكاسيت فيديو، يعني ما في البلوراي الجديد عليه النسخة المحسنة، ما عليه النسخة الأصلية. فصارت همينة بس ذي، يعني الكل قال just release the blu-ray بهاي النسخة وهاي النسخة، لكن ما اعتقد يعني لبوا طلبهم لحد الان. فيعني هذول ما نجحوا، بس احنا نجحنا. وحط ببالك شيء بعد، طبعا الفانز لهم حق يطلبون اي شيء، بس اجين عند سنايدر كات عقب ما خلص بيطلبون سنايدر فيرس، كل قرار تتخذه اتش بي او ماكس او خلينا نقول وارنر ميديا بيكون قرار تجاري بحت عقب سنايدر كات. انا هوجهة نظري الشخصيه، ما بي يعني خلاص اوكي، يعني بيحطون مبلغ معين إذا ياب أرباح كفاية، إلا طبعاً إذا تدخل رئيس تنفيذي كبير من شركة معينة AT&T whatever قال لهم غصباً عنكم كملوا عالم زاك سنايدر، هالشيء بيصير بس ما أعتقد. في النهاية بيكون قرار تجاري. فعقب جاستس ليج شنو بيصير؟ رئيس سنايدر أكو أمل؟ يعني سنايدر فيرس يكمل؟ شوف أنا بيهم يكملون، بس أكون واقعي، انا بهم يكملون، واتمنى اللي بهم يكملون، وان شاء الله اكون غلطان في اللي بقوله الحين، بس اتوقع ما بيكمل. مكلفه؟ مع المكلفه، انت الحين دخلت في بروجكت سيدر، عندكم فيلم ذا باتمان بي، اعرف انهم بيسوون وذا فيلم ذا فلاش في هاي المالتيفيرس ويطلعون مالتيبل بات، ادري انا في هالشيء، بس وهالشيء وايد يشوش المشاهد، وايد يشوش المشاهد. أنا من أسباب اللي ما تشوف مسلسلات سي دبليو أروفيرس سبت عوار الراس. أنا كشخص يحب عالم الكوميكس ما تشوف مسلسلات أروفيرس سبت هالشيء. والله شلون أي شخص مشاهد عادي بيشوف فيلم في باتمان بن أفلك بروحه، وبيشوف فيلم في روبرت باتسون باتمان بروحه، مخرجين مختلفين، different worlds، حتى الفيلنز شو بتطلع الفيلنز؟ فما already Warner Brothers بدلوا بهالشيء. لو ما كانوا بيسوون فيلم ذا باتمان لما روبرت باتسون، لو ما كان هالفيلم موجود بقول لك يو نو وات نور، في فرصة كبيرة. لأن فيلم الجوكر يعتبر حالة خاصة، وحتى فيلم الجوكر اللي نزل مال واكين فينيكس
تقدر تعالجه وتعامله بطريقه انه كانه هو الجوكر اللي اثر على جوكر جاريد ليتو اللي صار جوكر مال بن افلك. You can play with it. بس ما تقدر. صح. ما تقدر. لا هسه فيكست. الحركه الوحيده اللي ممكن تنجح which is شيء فارفتش شيء وايد بعيد ان هل روبرت باتسون ذي يكون يونج بن افلك بس هالشيء لا لان كوميشنر جوردن غير زين والفريد غير صعب انت تسوي لينك بيناتهم بس انا برايي يعني Warner Brothers بالبداية أنا كنت معترض إنه يعني إيه هذا الشيء راح يسوي confusion للناس وحيلخبطهم بس برأيي يعني ليش لا ليش ما أنت ما عندك أكثر من باتمان ليش ما عادي عندك أكثر من جوكر عندك أكثر من باتمان لأن فورمولا مارفل خلص دي سي راحت عليها فورمولا مارفل هسه هم they're a mess فلت يعني خلي يستمتعون بهاي المس اللي هم بيها يعني حتى وندر وومن هسه اللي هو البارحة اللي نزلوا الخبر قالوا انه راح يكون ينزل على HBO Max which is هو فد بيج ديل ليش لان ديزني بلس علنوا انه فيلمهم سول فيلم بيكسار راح ينزل يوم الكريسماس وبلس ارقام ارقام ديزني ارقام ديزني بلس عالية وارقام HBO Max جدا قليلة مقارنة بديزني بلس ف they're panicking فقالوا اوكي نزلوا وندر وومن على اتش بي او ماكس انا ضد هذا الشيء لكن اتس اوكي المهم الفيلم ينزل وندر وومن انا اعتقد كان ما يتحمل بعد تاخير صعب خصوصاً يا اخي امريكا جدا امريكا انت تخيل بامريكا صار فد شغله انه لما كان دا ينزل بشهر الثالث بمارش وبعدين قالوا بشهر السادس كل المارشندايز اللي هو الشيبس والجوس والكورن فليكس وهاي الأمور اللي تنزل مع البرودكت كلها نزلت بشهر السادس والفيلم تأجل يعني هاي ترى ضربة قوية نفس ما صار بجيمس بوند الأغنية طلعت المارشندايز الساعة نزلت اللبس وهاي يعني هذا ترى يأثر على الجمهور لما يروح يشتري شيبس ليز ويشوف عليه صورة وندر وومن راح يريد يقول آه أوكي نازل فيلم خلاص راح أشوف بالسينما بس هسه يعني completely it missed the point فأنا برأيي it's okay ينزلوا على HBO Max لأن بعد ما يتحمل التأجيل هم غلطوا كان المفروض يقولون خلاص indefinite صيف الجاي good night ما أتوقع راح يصير شيء أحسن لكن they miscalculated فلت them enjoy هاي المس لأن ما حد ما راح يقدر يعيد فورمولا مارفل المتكتكة هاي الكونكتد ويا خيط رفيع من فيلم أنت مان يعني فيلم ثور مثلا ثور 1 أو ثور 2 السخيف تلقي بيه شغلات تقول أوه يا هاي مال ذاك الفيلم you know it's fun to watch هذا الكونتينيوس وورلد لكن دي سي miss the point I wish إنه يكملون زاك فيرس ما طول يعني HBO Max لازم تنافس بأفلام قوية لكن زاك سنايدر يحتاج لبجت الأفلام ما حتنزل أنت فيلم بي سوبرمان وباتمان وذولا كلهم على HBO Max وما تنزل سينما It's impossible أو يكملون مثل ما هم هسه دي يسوون يعني يوم اللي ينزل بالسينما نفس اليوم ينزل بHBO Max تتوقع أن وندر وومن بيخسر فلوس وايد من هالحركة دي ولا لا أكيد وندر وومن راح هم they're counting إنه يخسر فلوس بالسينما لكن يجون سبسكرايبرز على HBO Max أنا سبسكرايبر بHBO Max قبل فترة ردت حرفيا قبل كم يوم قلت أنا ليش بسوي اشتراك بHBO Max it's not worth it ما بي شيء والسبسكريبشن غالي $15 بالشهر which is يعتبر يعني مو رخيص بالشهر كخدمة فقلت ما بي شيء ومن ينزل زاك فيرس من ينزل سنايدر كات ارجع اسوي سبسكريبشن من نزلوا هذا الخبر قلت او نو يو نو وات خليه ما طول راح ينزل وندر وومن اي وان تو سبورت الموفي ف ات وركس يعني الناس راح تسوي سبسكريبشن لان انت تدفع $15 والعائله كلها حتتفرج على وندر وومن بكريسماس ف اي ثينك اتس جونا ورك لكن السينمات الوضع دي سوء أسوأ وأسوأ وأسوأ وياهم. حبالي يقول لك أنا سمعت حكي إنه يمكن الأفلام إذا نزل طبعًا في جازف السينما في 25 ديسمبر يمكن حينزل عندنا في الخليج
تاريخ 14 او 13 ديسمبر، قبلكم بعشرة ايام. ها آه بس انتم ما فاتح السينمات. احنا لا، بس انا بروح السعوديه بشوفه. ها ايش قد تطول طريق للسعوديه؟ 45 دقيقه ساعه بالكثير. والله وتكون وين؟ يعني بالشرقيه. بالشرقيه؟ لا لا لا، يعني في الشرقيه الخبر. اوكي 45 دقيقة توصل، يعني إيه. كأنهم بس لازم تسوي فحوصات كل شيء حق كوفيد. انا ما راح حق تنتس بس صعوبة الفحوصات، بس الحين كنا الوضع صار اسهل سهلت اي، فقلت يو نو وات حق وندر وومن شكلي بروح. من جيت لامريكا صارت ريفيواتي ابطا من شنت بالاردن. لان في افلام كثيرة تنزل قبل بوقت بالميدل ايست. بس ات هابنز. سو الان بعد ما شفنا التريلر مال سنايدر كات، طبعا خل احكي لك على ما اعرف اف يو نو شنو المشكله اللي صارت. سنايدر زاك سنايدر نزل التريلر تبع سنايدر كات قبل يومين، صح؟ شفته. حلو. رجع نزله. تعرف ليش رجع نزله؟ ليش؟ لان الاغنيه اللي تطلع مال هاليلويا اتش بي او ماكس ما كانت ماخذ الحقوق مال هاي الاغنيه. So يعني HBO Max it's a mess هناك. البارحة Wonder Woman التريلر أحد مسوي له أبلود ومسوي unlisted مو private، وما أدري شلون الفانز لاك فيه ورأسا نشروا بالتويتر قالوا أو باي ذا واي راح ينزل بHBO Max قبل ما Warner Brothers تعلن عن الموضوع. يعني بحيث البحث اقول شلون هم عرفوا؟ ماكو خبر رسمي طلع كله من الفانز. اي ليك بالعماله ترى، لان اي واحد يعرف اليوتيوب بس سوي انليست، سوى برايفت. برايفت ما حقدر يشوف الا انت. اي بس شلون لقوا؟ هي هاي المشكله. يقول لك انه هم كلهم ليك. ليش؟ لان الورنر براذرز they take pride ان هم يوظفون انترنز، شباب. شنو انترنشيب بالعربي؟ اللي هو متدربين. متدربين، يجيبون متدربين يلزمون السوشيال ميديا مالتهم، مو بروفيشنالز. فيعني تحليل الناس انه هذا شكله انترن خربط ونزل الفيديو انلستد ولكفوا الناس. فاتس ا مس. ف اتش بي او ماكس they got the right لهاي الاغنيه، وسنايدر رجع نزل تريلر على موقعهم الرسمي على Warner Brothers. اول شيء اني الفيديو اكيد خلنا نعطيك رأيي. يعني أنا رأيك، أريد أسمع تعليقك. رأيي بالتريلر I was like okay، يعني كل هاي الأمور شايفها ما عدا ستيبن وولف، مو ستيبن وولف، ما عدا دومز داي. okay. وصورة ستيبن وولف. okay. دومز داي، مو دومز داي، سوري، دارك سايد. دارك سايد خبطت كلهم. دومز داي. أنا قاعد أقول لك إيه صاقة بلحظة. دارك سايد. أباكالبس. أباكالبس. لأن Doomsday هو اللي يطلع بـ BVS. BVS yes. Doomsday yeah. و Death of Superman صح. Apocalypse هو كوكب Dark Side. ويا جماعة ترى ثلاثة نعرف من Dark Side، بس ساعات مسامحة ترى ساعات وايد أفكار في مخنا. ساعات تهرب من عندنا الكلمة. ف Dark Side شنو رأيك بي؟ For me it looks bad. يعني تقارن شكل Dark Thanos. Side. اوكي okay. شكله والجرافيكس مالته لوكس فيري باد. انا قلت هالشيء حتى يوم شفت الدعايه اول مره، شكله ما عجبني كجرافيكس. احس في شيء ناقص في شنو مال بلاي ستيشن، حركه اللي يول بلاي ستيشن 3 هم. يعني شنو لايك كمان انا بلاي ستيشن 3 برو، انا قلت بلاي ستيشن 4 كمان فيها. هذا قال العب ذا لاست اوف اس بارت 1 المره الرابعه، فعندي حاط اشياء في بالي عن البلاي ستيشن 3. انا بخلصها ذا سيم واي از لاست اوف اس 2، هاي موضوع ثاني. بس كشكل مستقبلو كشكل دارك سايد انا معاك، يحتاج شغل اكثر. الحمد لله ان ما نعرف متى بينزل الفيلم السنه الجايه، بس انا اتوقع يمكن شهر 3 او جون. ففي كل الاحوال هم عندهم مينيمم 4 شهور الى 7 شهور ان يعدلون السي جي اي، يعدلون شوي حركته ان شاء الله. يعني وهاي انا عن دارك سايد، يعني انه اوكي في شانس تعدل، مو عاجبني شكله وايد. اي شكله مو مثل، يعني كلش تحسه رندرد، ما تحسه كانه يعني بيلد اب، مو انسان جايبيه. ومع العلم بسبيدي كوميكس بالايفنت انتو جابوا اي اللي هو اللي جسد دور دارك سايد، صح؟ ولا ستيبن وولف؟ ريبورتر هو اللي جسد او كونسلت دارك سايد. اي نعم. وبلاس البارحه او قبل يومين نزلوا صوره ستيبن وولف اللي هو احنا شفناه بسويدن كات.
it looked كأنه على قول صديقي يقول لي كأنه بوس لوجيك ده يلعب بالصورة ونزل. حرام عليك مان come on. شوف ستيفن وولف شوف انت حتى من الدعاية الأولية مو ينزل عند الأمازونيز بعد ما عجبك هني شكله ولا بس الصورة ما عجبتك؟ ما أذكر من نزل بي حركة الصورة يعني أوضح. زين شوف أنا أحب شكله، أنا أحس شكله هني مع هاي الحدايد اللي تتحرك على المكان اللي هو فيه، على الجو اللي هو فيه سنتينس، أحس يعطيك شعور بالخطر أكثر، ما تقدر حتى تضربه سيل إن في أشواك في أشياء معينة. أجان بعد السي جي آي يحتاج شوية شغل أوكي، بس ما كان شكله باد برو، تحط في الستوري في الانستغرام باد أكيد وايد نزلشوا عليك، أكيد وايد نزلشوا عليك. ها الناس دخلوا وقالوا يعني اكو دافع وقالوا yeah it looks bad، اكو ناس وافقوني الرأي يعني ما ادري لازم اشوف الفاينل كات، بس كهاي الصورة اشوف انه نسخة جو سويدن كانت شوية كأنه مو ما ارد اقول واقعية لكن حسيته انسان اكثر. وباي ذا واي ترى ستيبن وولف كان احسن شيء بسنايدر كات بسويدن سكات اللي هي الثياتريكال. ستيبن وولف كان صوته هم غيره وصوته صح؟ هو نفس الممثل في سنايدر كات بيكون اسمه كيريان هند او شيء كيريان ما اعرف بس صوته وهو يعني كشخصيه والهذا يعني هو كان افضل شيء. اني شنو اللي اتمنى يكون واللي ما اعرف ليش اني حسيت انه هل هو فعلا راح يكون فيلم مختلف ام راح نرجع نشوف ذا ثياتريكال كات بس مظلمه اكثر، مظلمه ازن الفلتر مال سنايدر المشهور اللي هو كل شيء ما تشوف من عنده. هو صئي ولا انا اقول لك اي نص اي ولا بعد نفس الوقت، لان هو شوف هو غير ويدن النهايه قص النهايه اللي كونتينيوتي حق اللي بيسوي زاك، وقص وايد مشاهد عن شخصيه يعني دارك سايد ستيفن وولف. فاحنا بنشوف انت بتشوف الجاستس ليج يضربون ضد ستيفن وولف. قص النهايه شلون قص النهايه؟ لا النهايه يعني النهايه هي ان حسب ما عارفه ان فولكو اللي من اكوامان يطلع حق اكوامان ويقول انه في مشكله او شيء، ونشوف احنا ولم دفو في النهايه يطلع حق اكوامان حسب اللي عارفه انا. زين اوكي والمشاهد اي ثينك هذا بلا طبعا احنا بنعرف انهم بيتهاوشون مع ستيفن وولف، هاي شيء 100% متاكد منه، بس الحرب اللي صارت قبل اللي فيها الامازونيانز والاتلانتيانز والبشر والمخلوقات الفضائيه دي حاطين لك مقطع منها بسيط. زين وكل شيء ان بتوين الكاركترز قصصه ويدن قصصه سواري شوت 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 فطلع لك شيء كنا سريع. فطبعا بتشوف انت المعركه مع ستيفن وولف، بس شنو يصير مع دارك سايد وشنو له علاقه بمقطع ذا فلاش اللي يطلع حق باتمان يقول له فيرهم ذاك مقطع النايت مير هذا حيتفسر يعني؟ يس مفروض في نسخه زاك. وحط ببالك ترى هو سوى ري شوتس 4 دقائق اونلي 4 مينتس مع ان الناس هاجموه. يعني هذا اللي دوخني مع العلم يقول اكو ساعتين ونص نيو فوتج بس هو 4 دقائق. لا هو صور قال الري شوتس كلها اخذتني 4 دقائق. 4 دقائق از مور ذان انف توزعها تغير بعض الاشياء في الفيلم حق كونتينيوتي حق يمكن ما تدري يعني يمكن في شيء حاطين علشان يكمل عالم زك اي دونت نو. بس الاربع دقائق دي كان وايد هو السر فيها، كان وايد يعني سكت ما قال، كان وايد محافظ فيها. الريشوتس جاب ازرا ميلر وبن افليك ازرا اتوقع بن افليك كلهم ما عدا كان هنري ما عدا هنري وما عدا بن افليك كان اذا ما خاب ظني كلهم ما عدا يعني شوف أتوقع. شو هو أني I'm super excited على الكات يعني الطريقة إنه إحنا we got lucky إنه HBO Max طلعت بهالوقت Warner Brothers انباعت الغير شركة بحيث يعني هم رادوا فتشي فريش جديد جيف جونز اللي هو شرير أهم الكتاب
واحد من اهم الكتاب بالكوميكس لكن طلع هو فيلن مع الاسف. يعني جيف جونز انا بالنسبه لي الكتابات بالكوميكس والابروتش مالته للشخصيات رائع. انا يعني ما بعرضك هالشيء يا جرين لانترن كتب له قصص رائعه، باتمان، سوبرمان، لكن مع الاسف هو مبين يعني اكو ناس ما تقدر انت تجيبهم اللي يديرون مشاريع ضخمه مثل هاي. ف يا اي جس ام اكسايتد. هو شوف، هو بكل بساطه يعني مثل ما قالت كريس راندولف، هو ان اكسبيرينسد برودوسر، يبي منتج ما عنده خبره زين. طبعا سوى اشياء وايد خلينا نقول غير احترافيه، ان بروفيشنال، ورا ظهر زاك سنايدر زين، وورا كل هالافعال ذي صارت هالموفمنت هالحركه والسنايدر كات وكل شيء. وبعد يعني لازم نشكر الفانز اللي بدوا هالحمله ذي، لان هالفانز ذي وعت اتش بي او ماكس وارنر ميديا ترى في حمله نقدر نستغلها علشان نسوي عشان نطلع منصاتنا، تعرف في النهايه فايده، ابى اطلع فلوس ورا سنايدر كات at the same time خلينا نرضي الفانز، ارضي الناس ايه. ارضي بعد الناس. والشيء الاهم من ذي كله ان الفانز مال دي سي سووا شيء عمره ما صار في تاريخ السينما، وما اعتقد راح يتكرر اني تايم سون، ما اعتقد راح يتكرر، لان هالحركه ذي بتوعي شركات الانتاج ان شاء الله ان لا تعيدون نفس الغلطه، وفي بعض الاحيان عطوا المخرج رؤيته اللي بيسويها وخلاص leave it be. أنا برأيي لا 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 تنطون مجال، يعني الدرس اللي واحد يتعلمه من السنايدر كات بالنسبة لل تعرف سوونا برادرز دي سمعوني وأني داحت وياهم لهجتي لغتي العربية العراقية، لكن لا تنطون الكومبليت. يعني شوف زاك سنايدر هو مو هي فيجنري، هو شخص عنده فد فيجن وعنده فد، لكن هو مو الشخص المناسب اعتقد اللي تقدر تحمله عاتق يونيفرس كامل. يعني ناخذ مثال كيفن فايجي بديزني، بروديوسر 100% بروديوسر، يعرف هذا الموضوع، هذا المخرج يسوي فلوس، هذا المخرج عنده فيجن اجيبه اخليك يصور لي الفيجن مالته كامله بدون تلاعب، لكن هذا المخرج انطيه مجاله، يعني يعرف شنو. زاك سنايدر مخرج فيجنري، مخرج رائع، لكن برأيي he's not a good producer. He's not، مو الشخص اللي انت تقدر تعتمد عليه يخليك تقدر يعني تشيل يونيفرس كامل على ظهره. لان على سبيل المثال اكوامان هو اللي قدم اكوامان، لكن اكوامان من شنو اسم المخرج مال اكوامان؟ جيمس وان من سوى اكوامان. Yes, this is Aquaman. أنا ما ردت أشوف الأكوامان مال سنايدر اللي هو yes, I have to talk to fishes. يعني you know, يعني سنايدر مرات أنا برأيي زاك سنايدر ما يقدر يضبط ويا كل الكاركترز مال دي سي، لأن في كثير كاركترز they're ridiculous. يعني Aquaman is a ridiculous character. ما تقدر أنت تتعامل وياه بطريقة سيريس. بس ترى جيمس وان راح حق زاك سنايدر، قال إنه هو راح له وأسف for his help وراء الكواليس عشان ما قال حق وانر برادرز، قال هو يعني قالها publicly. بس أنا معاك بهالشيء إنه ما تقدر تعطي كل كاركتر، لأن ستايل ما يركب على أكوامان، ما يركب على شزام، ما يركب على certain، بس في certain characters هو يقدر يسويها. تقدر تعطي إشراف إن أوكي هاي لاين اللي بسويها أنا، بس إنه يدش in details it's يمكن his vision ما تناسب كلمة. فاهم بوينتك. ما عنده، أنا برأيي ما عنده السنس اوف هيومر الكافية لبعض الشخصيات، ما عنده السنس اوف هيومر. هو يعرف هو كفيجنز كلقطات، ولما ياخذ مباشرة من كوميكس يبدع. يعني ترجمة واتشمن من الكوميكس للفيلم رائعة وما حد ما يقدر يسويها، ترجمة 300 للفيلم هو قدر يسويها، بي في اس يعني هو يعرف شلون يجيب الكوميكس تو لايف. لكن برأيي وارنر برادرز كان من البداية مفروض يا أما تنطي المجال وتقول له أوكي you know what you're doing، أو تقول له لا عندك أنت هذا الفيلم وأنت عندك هذا الفيلم، وإحنا عندنا بروديوسر واحد أو اثنين هم المسؤولين عن الفيجن. لكن هم رادوا يسوون هذا الشيء لما جابوا كيفن فايجي، لكن مع الأسف طلع قصدك جيف جون.
جيف جونز سوري طلع يعني مو خوش رجال. So we're excited. آخر شيء تريد تقول على السنايدر كات قبل ما نفوت هيك شوي نسولف بشكل عام؟ كل أقدر أقوله يعني يا جماعة الخير، شوف أنا متحمس للفيلم أو خلينا نقول بالأحرى المسلسل، عطوا فرصة لا تقارنونه بأشياء ثانية. إذا طلع حلو طلع حلو، إذا ما طلع حلو ما طلع حلو، بس في نهاية المطاف الناس والفانز اللي هم مثل أنا وأنت حصلنا بنشوفه. طلع فيلم سيء خلاص حصل طلبنا احنا، شكرا زاك مع السلامه. طلع فيلم حلو قولوا لنا حلو، لا تخافون تقول انه مو بحلو، لان في ناس زين، في ناس انا اعرفهم ما صعب صعب يعني يحبون افلام دي سي وزاك بس ما يبون يمدحونها وايد. اعرف وايد ناس بحياة والله العظيم علي اقول زين خلي اطير عادي، تحب كابتن امريكا وايرون مان وانفينيتي وور حتى تقدر تحط هالشيء، في ناس كذي. بس هكذا اقدر اقوله يعني، لو طلع فيلم سيء طلع فيلم سيء بس حصل النبي خلاص. محمد يعني ما راح يكون احسن فيلم بالتاريخ وحياتنا كلها معتمده على هذا السنايدر كات. والله شوف يعني اذا صار احسن فيلم بالتاريخ او احسن مسلسل بالتاريخ صدقوني بصير بتعرفون، بس طبعا خصوصا مع هذه الفيلم انا بالذات بكون وايد دقيق، ما بنزل مراجعة السيلة، ما بخيل عواطف تأخذني. أنا طبعاً ما أفتكر في أحد يعني، ما أنت صدني أتوقع نوصل نفسي بعد مع الوقت أفصل تقول رأيك غير عن بداياتك، يمكن بداياتك شوي غير. طبعاً بدون مجامل. أي حين يعني أنا ما جامل اللي تابعنا اثنيناتنا يعرف إحنا ما جامل. من طالع ذي الفيلم إذا طلع أعظم عمل كوميك بوك في التاريخ بنقول لكم، إذا طلع عمل جيد بنقول لكم، إذا طلع عمل أقل من المستوى المطلوب وسيء بنقول لكم. بس انا اتمنى ان يطلع شيء زين، لان في نهايه المطاف ترى احنا عشاق الكوميكس هالشيء زين لنا. احنا في مارفل يسوون شخصيات وافلام وسبايدر مان، وفي دي سي يسوون، فانتوا عندكم كأن طبقين مختلفين زين احسن من طبق واحد. صحيح طيب. بالنهايه الكل مستفاد يعني، احنا حنشوف فيجن سنايدر، وعندنا الثياتريكال كات للي حب الثياتريكال كات موجوده يعني. وبالعكس حتى اتش بي او ماكس حاطيها، ويعني ذير براود اوف ات، هم ما مخبيها او شيء يعني. سو كنا مستفادين بالنهايه. خلي نطلع من سنايدر كات وسنايدر فيرس، حرامات اردنا نتعارك نتطاوش اكثر على هذا، بس اتس اوكي نيكست تايم نحكي بموضوع اكثر كونترفيرشل. انت هسه راح توصل ان شاء الله قريبا قريبا جدا توصل لل 100 الف سبسكرايبر على اليوتيوب. يعني حتى انا 50,000 يعني عطنا 3 اشهر ان شاء الله قبل نحاول يعني. اليوتيوب يا اخي تعرف انت اليوتيوب متعب جدا جدا، ان شاء الله قبل نهايه السنه. سو ما شاء الله هم عندك على الانستغرام، ايش قد على الانستغرام؟ 77,000. انت حولت من الانستغرام، بديت بالانستغرام وريفيوز كامله وتنطي السكور وانتقلت لليوتيوب، بس انت كنت تسوي يوتيوب بمحاذاه الانستغرام. يس صح، بس كنت تنزل عليه مثلا تفصيليه جيم اوف ثرونز. يعني كنت انزل اشياء يعني حالات معينه، انزل مواضيع بس عقب شفت ان خلاص الديكتين في الانستغرام ما تكفيني، اليوتيوب منصه حلوه وبعد تقدر تطلع منها فلوس، هالشيء واقع وانا ما اخجل منه. والحلو في اليوتيوب اهم شيء انا عندي اليه البحث في اليوتيوب، يعني مثلا بارش كتب مثلا مكتب نور الدين الشيخلي مراجعته حق فيلم مثلا ذا نيو ميوتنتس، اطق في جوجل بيطلع لي سيره، اطقها في الانستغرام يطلع لك بس حسابي بس ما بيطلع لك البوست. فاليوتيوب ما يطلع كاري... اذا طلع على الحساب يعني، هاي شغله كويسه اذا طلع على الحساب. سيء جدا السيرش صح حق انستغرام جدا سيء. وبس وعلى فكره ترى محولت على اليوتيوب يعني خلاص صرت مستمر باليوتيوب 100%، كان عندي 11,000 وكان عندي في الانستغرام 72,000 او 70,000 في الانستغرام، الحين وصلت 75,000 في اليوتيوب، وفي الانستغرام 77,000. فنمو اليوتيوب وايد اسرع من الانستغرام وايد. نمو اليوتيوب شنو حسيت الفرق بين الاثنين؟ ما عدا طبعا الوقت، لا الاودينس، كاودينس كاودينس في اليوتيوب جمهور اليوتيوب وايد تف،
وفي طبعا في منهم الحلوين الحبوبين، بس وايد ارائهم يعني خلاص هاي رايي انا. في البدايه وايد ناس كانوا يسبون يقولون كلام غلط، انت الحين يكتبون لك انت ما تفهم شيء في السينما، يحكمون عليه من فيديو واحد وينزلنا في قناتي 200 فيديو 200 مقطع اتحكى فيها عن وايد اشياء، بس يحكمون على مقطع واحد. ولكن في الضفه الاخرى اليوتيوب جمال انه يجيك واحد، يمكن في مثلا واحد كان اذكر تعليق يقول انا ما كنت احبك وما طلعت، بس شفتك يمكن 60 فيديو ظرف شهرين والله قال لي هالشيء، تقبلت صرت احب قناتك. لان في اليوتيوب سهل تشوف فيديوهات، تعرف سهل تدش البلاي ليست تطالع، عكس الانستغرام. الانستغرام ترند، ناس بيحكمون عليك من الترند، بينسون القبلي خلاص، بينسون شنو نزلت قبل. اليوتيوب لا، صحيح they can always go back to old stuff، اشياء قديمه، فمنهم يقدرونك. فالجمهور اللي يجيك في اليوتيوب اذا حبك في اليوتيوب يحبك في كل مكان، يجيك في تويتر، يجيك في انستغرام، يتعلق فيك. الانستغرام من اسمه انستغرام، it's instant influence. يوتيوب is a lasting influence. شرحتها 100%. الناس اللي يجوك على اليوتيوب راح يكونون اكثر مو لويال، لكن راح يتابعوك ويكتبون كومنت و الشيرنج باليوتيوب شويه ابطا من الانستغرام. الانستغرام يقدر ينزل مالتك البوست على ستوري، يسوي لك لايك، يعلق، اليه الكوميونيكيشن اسهل. بس شوف في اليوتيوب عندك الحين في الكوميونتي، في المنتدى قسم الكوميونتي، لما تسوي ريشر البوست مالك يطلع في حق متابعينك في اليوتيوب، لما يستشون على اليوتيوب يسوون في الفيد يطلع الشير مالك سيده. وحتى الحين ترى اليوتيوب ستوري قاعد يتحسن بشكل ملحوظ، قاعد كل مره قاعد يحسنونه. اذا تحسن اليوتيوب ستوري خلاص بعدين يعني الانستغرام. اوكي انستغرام فان وزين ترى، يعني انستغرام ترى حلو انك تكون قريب من متابعينك، بس اليوتيوب قاعد يحسن التطبيق مالهم بشكل وايد قوي. زين سؤال، شنو نصيحتك انا بالنسبه لي لحد الان؟ ما يعني ان شاء الله بعد ما ينزل هذا الفيديو نكون واصلين 5000 بعد سنتين ان شاء الله. شنو نصيحتك لي وشنو نصيحتك للناس اللي يريدون يبدون باليوتيوب؟ هاي الشيء النصائح بقول لكم تعلمتها بروحي انا يعني مع الوقت. طبعا قبل ما تقدرون تقارنون روحكم بحد، خليكم في دبكم، بتشوفون أوادم يدشون يوتيوب 13 عندهم 50,000 سبسكرايبر، وبتشوفون ناس مثلي أنا يأخذ لهم سنة كاملة وصل سب يعني ما يرجعون يوتيوب سنة كاملة يطلقون 70,000. يعتمد زين. هاي أول شيء، امش مع الترند في الأفلام قبل ما تقدر تتأخر على الترند. يعني إذا نزل فيلم أونلاين بسرعة تكلم عنه، أو مسلسل أونلاين نزل السينما بسرعة أروح للسينما، لأن الترند يلعب دور كبير. ثالث شيء، لا تست يعني هاي رأيك في النهاية، لا تستحي إنك تقول رأيك، قول رأيك بس لا تفرضه، اشرح للناس رأيك. وآخر شيء كلش، لا تنسى الناس اللي يدعمونك، يعني اقرأ التعليقات، ضق قلوب للتعليقات. في تعليقات مو بحلوة طوفها، بس اقرأ التعليقات وبس. وطبعا اليوتيوب معادلته معادله كوانتيتي، معادله اعداد اكثر من جوده، it's a matter of quantity more than quality. زين، انت لازم تكثر فيديوهاتك علشان اليوتيوب يروج لك اكثر. كم فيديو تنزل بالاسبوع انت؟ مينيمم فيديوين، وساعات مزاجي وايد زين 5 فيديوهات في الاسبوع. واو، ده تنزل 5 بالاسبوع، ده توصل 5 يعني يعطني فتره نزلت 5، بس دائما مينيمم فيديوين في الاسبوع. يعني مثلا الحين نزلت يوم السبت، نزلت اول امس، انزل بكره، هاي 3 فيديوهات في الاسبوع بيصير. وساعات فيديوين، ساعات اخذ بريك اسبوع ما نزل يعني. بس شيء وايد مهم، اليوتيوب يحب الفيديوهات النظيفه ال 4K ال HD. كل ما كان فيديوك واضح اليوتيوب قابليه انه يراوجه في المستقبل احسن بوايد من فيديو مو بواضح. فدايما صوروا 4K واضح. yeah. هاي نصيحة إلي أنا، يعني الكوالتي مالتي الزبالة بعيد عني. لا لا، أنت مو 4K. أنا مو 4K، 1080. لا 1080 الآن مدى أسوي الجمب على إنه أروح أشتري كاميرا 4K. الكاميرا اللي عندي إياها صار لها 5 سنين. ما يحتاج. الآيفون، أنت آيفون كم عندك؟ 11. 11 بس قلبه صور،
بعد الابل اليوتيوب يحب ابل وايد، بس صوره اسحب الفيديو في المونتاج طبعا ما بتشوف روحك لان تقلب التليفون ونازله. صدقني برايك الايفون احسن من الكاميرا الثانيه؟ يس يس اقول لك اسال مجرد سال طبيب. انت تستخدم كنت تستخدم ايفون في كم من فيديو استخدمت ايفون؟ ما بقول لك اي فيديو عشان بتعرف الفرق. اوكي والله بس في فيديو بس ما في فرق، ما في فرق. لعبت في الكلر جريدنج شويه لان الاكسبوجر شوي خرب علي، ونزلت الفيديو عادي ما حد حاس ولا حد قال ان هايد ايفون، عبالهم كاميرتي السوني، عبالهم كاميرتي السوني. اوكي yeah. وشنو الكاميرا اللي تستخدمها انت؟ انا استخدم سوني ار اكس 100. سوني بصور لك اياها بتشوفها. yeah. بس عيبها بسرعه، بس اصور نص ساعه وينقطع لازم اسجل مره ثانيه. اوكي امين. هاي الامور انا من زمان دارد اسوي هذا الفيديو كاست البودكاست ونسولف بمواضيع عامه، نسولف باكثر على سنايدر كات. دائما احنا نحكي على الفيسبوك نسولف على السنايدر كات. ف ما اريد اطول عليك، واني جدا جدا اشكرك انه انطيتني الفرصه نسولف، واحنا صار لنا ساعه قبل ما نطلع على البث نحاول نضبط الفيديو. لا الحمد لله هسه ان شاء الله ضبط، مفروض ضبط يعني ان شاء الله ضبط. ف ثانك يو سو ماتش محمد. و عندك اي شيء تريد تقوله؟ مشكور على استضافتك، انا وايد استانس نسولف معك. علينا نختلف بس ما شاء الله ما شاء الله عندك قدره معينه انك ساعات تقنعني بس اتفهم رايك. في ناس تسولف معاهم لا كل صراحه، في ناس تسولف معاهم لا انا صح انت غلط اي دونت كير، هالشيء مو حلو. انت عندك هالقدره ذي، وطبعا انت عندك وايد معلومات في السينما. طبعا انت فيلمك المفضل بالب فيكشن، فاحترامي بعد لا يكسر للسما طبعا. زين طبعا طبعا يا جماعه اللي ما يعرف ترى نور يحب بالب فيكشن، تعرفوا انت هالشيء اكيد، بس بالب فيكشن فيلم المفضل. ف ثانك يو فور هافينج مي، هاي ما بتكون اخر مره. ان شاء الله بنسوي شيء على قناتي انا بعد. انا ترى على فكره يعني اذا هي كلها خف ناوي باي امريكا، وبيت امريكا بزورك وبنصور مقطع مع بعض وبحطه عندي في القناه. وعد. اتشرف بيك ان شاء الله. وعد. يعني فرحتني بهذا الخبر، ان شاء الله as soon as possible ان شاء الله. ولا تنسون شباب، راح احط لكم لينك قناه محمد، اكيد اللي ما مشترك يروح يشوف قناة محمد. والإنستغرام هم راح يكون بالدسكريبشن، وأنا الشمس صارت بعيني ما أعرف صار بالإضاءة. فthank you so much للكل على المشاهدة، شكرا محمد. ونشوفكم، لا تنسون سووا لايك كومنت شير سبسكرايب كل هاي الأمور، و stay safe. We are the music makers and we are the dreamers of dreams.